المشاهدة الكريمة، المشاهد الكريم، نلتقي مجددا عبر دروب مغايرة عبر قناة الشروق الفضائية. نكرر ترحيبنا بك وبكل مشاهدينا الكرام في مختلف بقاع بث الشروق الفضائية داخل وخارج السودان. دروب مغايرة يمضي في نفس المشوار، في أنه مقدرة الدراما والفنون عموما على بناء الإنسان السوداني القادر على العبور، القادر على التخطي، القادر على الإسهام الإنساني عموما في العالم كله. وصدقوني مع العلات اللي عندنا، مع الكوابح الكثيرة بتواجهنا، أنه نحن قادرين على أن نسهم في الإنسانية بكثير جدا، ويوم بكرة حقنا بحول الله تعالى. سعيد جدا باستقبال ضيفي الكريمين وصديقين الحميمين جدا، الصديق والناشط في مجال المسرح التنموي والتنمية عموما في السودان، في مختلف بقاع السودان، والذي ظل يجوب مختلف بقاع السودان ليبشر بالفنون ومقدرتها على التنمية، الأستاذ عاطف محجوب عبد الماجد الشهير بعاطف البحر. مرحب بك عبر دروب مغايرة، وسعيدين جدا أنك تكون ضيف عزيز جدا علينا. أكرر ترحيبي وتقديري وامتناني بوجود المسرحي والناشط والمناكف والشاعر أمين صديق. مرحب بك كثير جدا في دروب مغايرة، ونأمل أنه نقدم ما يفيد ونبني طوبة في البرنامج. كل يوم يتبني فيه طوبة جديدة، في أساس أنه الفنون قادرة والمسرح قادر ومن خلفه من الإنسان السوداني قادر. عاطف البحر، شنو مسرح تنموي؟ انت يعني طوالي ماشي وين؟ والله جيت من الحته الفلانيه، انا مره الخرطوم، ماشي على الخرطوم، داخل على الخرطوم. شنو مسرح تنموي؟ المسرح التنموي هو واحده من ادوات الاتصال من اجل التنميه. طبعا ده قطاع كبير جدا في مجال التنميه، بيعتمد على انه تقدم انشطه ذات طبيعه اتصاليه. فهذه الأنشطة الدراما تمثل واحد من المكونات الأساسية حقتها. والاتصال التنموي هو بيقوم في العامل بتاع في الجانب بتاع التنمية، بيقوم بتوصيل المعلومة والتأثير على المتلقي. يعني إذا في أي جهة، لو كانت حكومية أو غير حكومية، عاوزة تعمل تنمية، اللي هي تنمية نحن بنعرفها بأنه هي التغيير الإيجابي، تقدر تعمل تغيير إيجابي، بتلجأ لأنه توصل للناس مفاهيم. المفاهيم قد يكون الغرض منها أنه نحن نجهز الناس للتغيير، أو نساعدهم على أن يغيروا نفسهم، أو نوريهم طرق على أنه هم كيف يغيروا نفسهم. فقاعد تكون الدراما والفنون بشكل كبير أداة قوية جدا في تبسيط المعلومة وفي توصيلها، خاصة أنه الأنشطة التنموية أغلبها قاعدة تتم في مجتمعات بعيده من المركز، ممكن تكون اللغه، ممكن تكون مشكله، ممكن تكون كده. فالمسرح التنموي واحده من الادوات اللي شغاله وقدم كثير جدا في السودان، واستخدمت في كثير جدا من القضايا، حتى القضايا المتخصصه في قضايا التعليم وقضايا الصحه وقضايا حتى الزراعه، قضايا الانتاج الحيواني، الحاجات دي، قضايا بناء السلام. دي كان المسرح التنموي كان له دور كبير جدا في انه يساعد في بناء السلام في كثير جدا من المناطق اللي كانت سخنه في السودان في الفتره اللي فاتت. فالمسرح التنموي واحده من الادوات اللي اشتغلت، وحتى الان هي برضه مستمره وشغاله، قاعد تساهم في 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 احداث التغيير الايجابي، في احداث التنميه في السودان. المسرح التنموي لو قلنا دارين نعرف انه هو الانشطه نشاط الدرامي، لا، في المسرح التنموي الوضع شويه بيكون اوسع، باعتبار انه بنتعامل مع المسرح بالمقولة القديمة، المسرح هو أبو الفنون. أنت لما تقول ماشي أعمل مسرح تنموي، المسرح التنموي يشمل حتى جوا، لو في أنشطة موسيقية، لو في أنشطة شعرية، لو في حتى فنون تشكيلية، كل نقول عليه ده مسرح تنموي. فده بشكل عام كل الأجناس الإبداعية المعروفة، من الغناء، من التشكيل، من معارض، كلها يدخل في مجال المسرح التنموي. أيوة. أو ما يستهدف الإنسان في المناطق دي وقضاياه الأساسية، وما يستهدف تغيير الفرد الإيجابي، التغيير الإيجابي أكيد، ما هي التنمية مقدرته على إسهامه في بناء الآخرين، في بناء مجتمعه، بناء أسرته، بناء منطقته، بناء تفاصيله زي دي. أنت بتغير فرد تلقائيا، كل ما زاد عدد الأفراد تم تغييرهم، بعدك بتغير المجتمع بشكل عام. ونحن للأسف لفترات طويلة جدا في تربيتنا الفقهية، تربيتنا السلوكية، تربيتنا الأكاديمية، إنه التغيير قاعدين نربطه بالقانون ما بعد الانتخاب الطبيعي حق الإنسان يا أمين. إنه دائما
انك بتخاف من الرغيب، يعني بترخص عربيتك ما عشان سلامتك، بتخاف لانه البوليس ما يغرمك، ما تسرق الحاجه لانه خايف من ابوك ما يعاقبك، ما تعمل هرجه لان الاستاذ حيجي يضربك. يعني ما في سلوك نابع لحد كبير جدا انه معتاجين لاعاده البناء. المشروع الوطني اللي قاعدين نتكلم عنه في حلقاتنا، بنتكلم عنه في كثير جدا من الفضاءات، حس ان المشروع الوطني انه هو معتاج لاعاده ترتيب نفسنا، لاعاده قراءته من جديد. امين انت يعني لميت بين 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 حياه كثيره جدا، من ضمنها الشعر، وما بتفصلوا من بعض بالمناسبه، من ضمنها الشعر، من ضمنها الدراما، من ضمنها المسرح التنموي، المسرح، حضورك الفاعل جدا في تنظيم الدراميين في تفاصيل كثيره جدا. هل المسرح قادر على الاطلاع بالادوار دي؟ المفترض بالمفاهيم القلعه، بالبحر المفاهيم اللي عندنا دي، من المفترض انه يكون كذلك. يعني المسرح ما هو رافق الناس في حياتهم كلها. يعني المسرح ما حاجة صنعت عشان تدخل حياة الناس، المسرح هي نبعت من حياة الناس أصلا. يعني المسرح الحوار البشري الزمان القديم ده بين الناس هو المسرح. المسرح في السودان قديم شديد، يعني الكلام أصلا عاطل لما يتكلم عن المسرح التنموي باعتباره، والمسرح اللي بيتكلم عن قضايا معينة عشان يجي تصوير إيجابي في حتة معينة عنده علاقة بين الناس. بتذكر طوال المسرح بدأ في السودان تنموي، أصلا بدأ تنموي، بدا لما بدري شغل بكر لما عمل المسرحيه بتاعته في المولد عشان يقنع اباء التلاميذ يسجلوا تلاميذهم، عمل مسرحيه بغرض معين عشان تغير سلوك معين عند اباء معينين ما بيحبوا الولاد المدرسه، وزادت فعلا نسبه دخول المدارس، وتوالت العروض التنمويه في الوقت ذاك. المسرح بدا في السودان اصلا بيتعامل كده، هو المسرح الخلاوي يوسع مواعينه شويه، هم ناس كل يتغردون الجو المسرح وادوا دور الواسع بتاع انه يناضل، يعني كافح المستعمر، هم اللي وسعوا دور المسرح. المسرح في السودان ما تم بدا بالطريقه دي، وعنده قدره يعمل الحاجه، عنده قدره يغير، عنده قدره. للسبب ده دائما المسرح مصارع من قبل السلطات الدكتاتوريه. لانه هو الاقرب بيهددها هو الاقرب للناس، هو الاقرب انه يقود حركه التغيير، هو الاقرب انه يقنع الناس لانه بسيط وحايم وسط الناس. ممكن اعمل مسرحيه في حوش بيت، ممكن اعملها جنب المزيره بتاعت الشارع، ممكن اعملها في السوق، ممكن في المسجد، في صحن المسجد. ما بيحتاج للبهر في القنوات الفضائيه دي، كاميرات ومنتج الموضوع ودار ممول ومنتج. العروض المسرحيه في المسرح دي العروض المسرحيه بتاعت الرسميه في العالم، معروفه كده العرض المسرحي الرسمي اللي بيعملوه ممثلين وستاف وبتسوي. لكن المسرح كما عرف في العالم، وانت استاذنا واساتذه المسرح الكبار، يعني بتعرف انه بدا بين الناس في الشارع، يعني بدا في الوسط. ده المسرح اللي بيغير الناس حقيقه، ده المسرح اللي بياخذ من الناس ويديهم، وعنده قدره ينتهي المسرح بشكل كبير. لكن لازمه تضافر جهود، لانه صعب جدا انك تدير عمليه بتاعه التنميه بالمسرح. جهود من منو يا امين؟ من الدوله طبعا. ايه الدوله في المقام الاول، لازم الدوله تتبنى قضيه التغيير اصلا من اصله، عشان بعد ذاك يبقى المسرح جزء من الناس المساهمين في التغيير. لانه في ناس كنت حيساهم في التغيير غير المسرحيين والفنانين، المغنيين، المهندسين. الدوله بنت موضوع التغيير بشكل كامل رسمي مفتوح، وفتحت للناس ابواب المساهمه في التغيير ودعمت المساله. نعم، وفق رؤيتها هي، وفق رؤيه الدوله استراتيجيه عليا للدوله، او مشروع وطني سوى على الناس. ما في دوله تقدمت في دراما وفي المسرح في تغيير معين الا كانت الدوله في الحاجات كلها استراتيجيتها. انا بتكلم عن الدراما بالتحديد، سوريا، مصر، كل الدول تقدمت في دراما، حتى تونس هسه تعتبر واحده من عاقل التنوير المسرحي. الدوله هي الاساس. هي انا دار اضيف حته عشان ما نمشي لفهم انه دعم الدوله بنتكلم عنه نحن، انه الدوله تنشئ لنا المسارح وتعمل لنا القروش وتنتج العروض. لا نحن بنتكلم عن انه الدوله هي تنظر للتغيير وفق رؤيته. يا اخواننا الشعب السوداني ده في المنطقه الفلانيه، كويس، نحن رؤيتنا انه ينتقل للمنطقه الفلانيه. عشان ينتقل للمنطقه الفلانيه دي، من الحاله للحاله، من الحاله دي للحاله الثانيه دي، كويس، بنفتكر انه مفروض يتلقى معلومات في كده، يعرف كده، يقول كده. نحن كدراميين نلتقف او نمسك القفاز، وبعد ذاك بادواتنا نحن وبامكانياتنا الذاتيه نحن نساهم في التغيير ده. ما دي مسؤوليتنا.
انا الليله فنان مطالب بانه اساهم في تغيير مجتمعي للافضل اللي هي التنميه، تغيير ايجابي. كويس، فما انتظر الدوله، لان هسه واحده من عيوب الحركه الفنيه عندنا في السودان بشكل عام، ما المسرحيه فقط، اي جد شيء يقول لك والله غياب الدعم الحكومي، ما في حاجه اسمها دعم حكومي، النشاط الفني ده نشاط اهلي. كويس، ما انت ده المهنه حقتك. كويس، ليه التاجر ما بقول للدوله تديني قروش؟ ليه السوسيد الركشه ما بقول للدوله تديني قروش؟ بل بالعكس بيدفع للدوله. انت كفنان المفروض تعتمد على امكانياتك الذاتيه عشان حركتك الفنيه تكون مستقله في المقام الاول. عشان تكون مستقله لابد تكون معتمد على امكانياتك الذاتيه. الدوله تقول نحن والله دي رؤيتنا للتغيير. بعد ذاك المسرحيين كجزء من الشعب السوداني نساهم في تحقيق هذه الرؤيه. لكن الدعم اللي بيقصده امين، التبني اللي بيقصده امين، ما يتبنى بانه الممثلين يكونوا تابعين للدوله ولا للمجاهي. الرؤيه حقت الدوله حاجه لي عاطف، انه هي المساله رؤيه واجراءات. يعني انا كمواطن ما بقدر اسافر مثلا اعمل عرض مسرحي في حته فلانيه من غير اجراءات بتاع الدوله. يعني دار اعمل عرض مسرحي في مسرح الجزيره، انا عاوز تسهيلات، انا ما طلبت منك قروش. ايوه، لكن طلبت منك انه لما يجي اعمال في الجزيره ما تقول لي والله تدفع وتدفع وتدفع تدفع. ايوه، ما تجيني المحليه تقول لي يا اخي دارين ضرائب ودارين، ما في زول يمنعني اعمل اعلان في الشارع لمسرحيه ضريبه ملاهي اسمها. تلهي الناس عن الضرائب ما معنى دي، ما تقيل لنا نحن. ايوه ايوه، وما تقول لي دار اشوف مسرحيتك دي شكلها كيف، وانا والجمهور احرام مع بعض يدقني يقتلوني موضوع يخصنا مع بعض، انت ما عندك شريعه معانا. ايوه، انت كل الدور المطلوب منك انك تاخذ تقول انا يا اخي مع التغيير الايجابي في الحته الفلانيه في الموضوع دي استراتيجيتي دي خطوه. ايوه، نحن حنشتغل معك، لكن لما نيجي نشتغل في السوق ما في عسكري يوقفنا. ايوه، يوقفونا الناس. الجمهور يقول لنا ما داري كلامكم فارغ، يفلقني بالطوب، لكن عسكري واحد صادني يقول لنا انتم مو بتعمل، ما عنده شغله بها. اجراءاتك وضع قوانين، سياساتك محتاج لوضع قوانين، ما كلام. انا داري سياسات الدولة. أيوة أيوة، وإجراءات. أيوة، تبيح للناس إنهم يساهموا في تغيير مجتمعهم بشكل ديمقراطي حر. ما تخاف، ده أقول رأيي في أي حاجة أقوله مسرحية. أيوة، إذا اتفق الناس واختلفوا معاك، وحتى الدولة لو اختلفت معاي بالضبط، لو وزير الثقافة عندي مشكلة مع حاجة عملها وعملت مسرحية عنها، إذا ما عندك شغلة أقول زي ما داير. الإجراء الطالب وأنا إنه تتاح للناس كفنانين إنهم يساهموا عبر انه يتخفض لهم، يعني تتشال منهم كل الاجراءات والرسوم اللي تقيدهم. انا ما محتاج هسه لو داير اعمل اعلان لمسرحيه يا دكتور لسع في اي مكان من الخرطوم دي، انا محتاج لمبلغ فقطه. بالضبط، خليك من الاذاعه والتلفزيون، ما احرار يدفعون بدون موضوع يخصهم، لكن على الاقل محلياتك الساكنه الناس دي زحام سكتنا، نحن ما نقدر نخطط تاكل في احد الخطط، يعني ما عندها شغله بينا، لان حرين. يعني محتاج له قوانين وخطط. أيوة، استراتيجيه رؤيتك. أيوة، ونزل معاه اجراءات. أيوة، نزل اوامرك للناس تحكي، قول لهم يا اخواننا الفنون والدراما في الانتاج المسرحي كده حرين في المعلومة، ما في ضرائب عليهم، ما في قروش عليهم، ما في رسوم عليهم، ما في اي. وانا اشتغل فوق الاستراتيجيه العليا حقت الدوله. أيوة، أيوة، ايوه ايوه ايوه، هي نفس خططك. أيوة، اهدافك ححققها لك، لكن حكون حر في انه احققها. يلا يا امين، هنا الفنان والدوله بيقوا شركاء، فهمتني؟ ايوه، يعني احنا الاثنين شركاء، انت عندك اهداف، انا اتفقت معك في هذه الاهداف، انت عاوز تحقق اهدافك كدوله، لانه ده دورك انك انت تحسن من وضع المواطنين، لان تنقل تغير المواطنين تغيير ايجابي. انا داير اساهم معك. طيب انا جبت زمني وجبت ادواتي وممثليني وكده، انت كدوله كشريك لي في عملية التغيير تنازل لي من بعض الأشياء اللي هنا رسوم زي الحاجات اللي تتكلم عنها أمين دي. كويس، هنا دي ومناخ عام بتاع حرية، دي حتة مهمة جدا كمان يا أمين. في مناخ عام بتاع حرية زي ما أشار لها أمين هسه، إن إحنا نكون أحرار في إنه نقول اللي عاوزين نقول. كويس، ما في شنو قيمة بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى أعلى من الحرية؟ ما في. يلا هنا أنت أديني حرية، اعتبرني شريك لك، ما تعتبرني انا مصدر بتاع بتاع بتاع, 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 بتاع تمويل بالنسبه لك، ولا مصدر بتاع قلق اصلا، طالما انه في حريه معناه ما مصدر قلق انا. كويس، لكن نحن نطالبك نقول لك يا اخي خذ رؤيتك ونحن نساهم معك في تحقيق هذه
رهيب. نحن شركاء عبر شراكه ذكيه ما بين الفنان الرسم والفنان وما بين الفنان ما بين الرسم، وده قد يحل المعضله الكونيه المقيمه جدا ما بين الانسان بين الحكومه والابداعي والرسمي والمبدع والرسمي والكوني والاني، ومشاكل معقده كثيره جدا قد نسهم فيها. ودي مهمه البرنامج ده يا امين ويا عاطف البحر. ونحن تعودنا انه ما نستضيف ذول اللي يكون عنده بصمه، انه شعار البرنامج انه اضع عليك صورة مرئية للناس الآخرين عشان نقدر نصنع بها مستقبل أفضل. يا عاطف البحر، دارين تجارب حية خطها في المسرح التنموي والنتائج الملموسة اللي لقيتها، مع انه النتائج ما زي حقنة الكلوروكوين انه ينزل الحمى، لكنها تصهر بعد جيل بعد جيلين بعد هنا. طيب انا عموما هو طبعا الحاجات الاجتماعية دي والثقافية دي ما بتتحسب بحسابات انه زي الرياضيات. أيوة. هي ما علوم دقيقه. العلوم الاجتماعيه عموما ما علوم دقيقه، علوم فضفاضه شويه. فيها دائمه على انه بقول لك، انا ما بقول لك مثلا والله انا حاغير المجتمع للافضل، انا بقول لك والله بزيد فرصه انه المجتمع يتغير للافضل. نحن قاعدين نعاني في كم برنامج من المركزيه القابضه للفنون في السودان ده، اللي بقت منذ الاستغلال لحد ما وين الخرطوم بس، واستأذنت في السنوات الاخيره دي انه الخرطوم بقت هي مركز الكون. تجاربك في الهنايه دي كدي ورينا. اول حاجه مثلا من الحاجات اللي بتخدم الخط اللي انت بتتكلم عنه ده، انا مثلا ما حصل جبت فرقه مسرحيه، يعني انا هسه هو المست حوالي 20 سنه شغالين في المجال ده، او 21 سنه 22 سنه. طيله ال 22 سنه دي انا من عمري 12 سنه شغال في المجال. معلوم سيد راكلي. طيله ال 22 سنه لسه انا ما جبت فرقه مسرحيه قلت لهم امشوا مثلوا في المجتمع الفلاني. ايوه. واحده من اقرب الانشطه المسرحيه اللي كانت انه مشينا نموذج، يعني سمي الاسامي مسميات النموذج. طيب مشينا لمنطقه اسمها فادميه. ايوه. فادميه دي جنوب الرصيرس. أيوة. جنوب الدمازين. جنوب الدمازين الناحيه الشرقيه. فكان الكلام عن انه يا اخواننا دايرين نناقش قضيه النوع الاجتماعي وما يسمى بالجندر. بالجندر. كويس، ومساهمه المراه في الاسره. الناس هناك بيعتقدوا انه يعني المره بتسال يقول لها انت شغال، يقول لك ما شغال انا والله. طيب بتقضي يومك كيف؟ تقول لك والله انا ما يوم الصباح بقوم بعمل شاي وبمشي بجيب المويه للبيت بجيب حضر الوجود وبعمل فطوري وبسوي الجبنه، ويعني لما انت عاين تلقاها هي شغاله 16 ساعه. والرجال يفتكروا فعلا ان المره ما شغاله. يعني المجهود البدني قايمه به كبير جدا جدا. ولكنه ما محسوب. ما محسوب. فهنا قمنا ناقشنا الحته دي، اذا طيب نحن دارين الرجل يفهم مساهمه المراه في اقتصاد الاسره. الناس هسه يقول لك هي ما شغاله. مجتمع تقليدي. هي ما شغاله. كويس؟ حتساهم كيف في اقتصاد الاسره؟ اوريك بتساهم كيف. فكرنا عملنا المسرحيه دي، ارتجلوها معاي مواطنين بسيطين جدا، مجموعه من الشابات والشباب، قعدنا وفكرنا من المنطقه نفسها. من المنطقه نفسها، قاموا جابوا فكره بتاعت انه الراجل اختلف مع زوجته، هو بخيل شويه، فاختلف مع زوجته وقام قال لها خلاص امشي بيت ابوك. مشى بيت ابوها. مشى بيت ابوها، فهو قام قال لي ولده ها الفطور كيف؟ قال لي والله يا ابوي فطور لا امشي نجيب فول من الدكان، ولا نجيب كسره من حاجه فلانه دي. فطلع القروش مشى جاب الكسره. فالغدا قال لي الا نجازف الحاجه دي، الكلام ده ارتجل الناس براهم هناك. أيوة. بعد ما ناقشنا الفكره واستوعبوها. يا اخي نجيب الغدا، قال لي الغدا في مناسبه هناك نمشي ناكل مع ناس المناسبه دي على اعتبار انه يوفر. فلقى ما عنده جلابيه نظيفه. كورك لجارتهم قال لها يا اخي انا ماشي ما بتغسل لي جلابيه تدي، قالت لي والله تجيب لي مويه اول، المويه ب 10 جنيه والغسيل ب 10 جنيه والصابون احسن. فقام لما جاء لغايه المغرب بالطريقه دي كده حسب، لقى انه والله المره دي موفره لي حق الغسيل وموفره لي حق المكو وبتطبخ لي انا اللي باكل به وبراي. كان باكلنا مع المره باكلنا اليوم كله، نحن اكلنا وجبه واحده انا وولدي فطور واحسن. فهنا قام المسرحيه كانت دايره في الاثنين كده. الجميل في الموضوع انه هم جابوا المسرحيه، هم اللي ارتجلوها، يعني وصلوا الفكرة، بدينا الفكره وقاموا بعد ذاك مثلوها. وسمعته ثاني ان المسرحيه لغايه هسه الفرقه الشباب دي لغايه هسه بيمثلوا. يا سلام، كون يعني بتاني. خلاص بقى الموضوع بقى، وبقت الدراما جزء من افعالنا. يعني الناس بتكلم عن الناس اشتغلت معاهم ثاني بيقول لي والله الناس فادميه لما اشتغلنا الحاجه الفلانيه عملوا لنا مسرحيه برضه. فدي حته مهمه،
نحن من الحاجات اللي بنعملها كان انه الممثلين يكونوا من المنطقه ذاتها عشان نخلي ورانا البذر بتاعت انه النشاط الدرامي ده ممكن يكون. ما اكذب عليك اختلفت الحاجات، في مناطق الناس بتبنوا الحاجه وبتستمر معاهم، لكن في مناطق ثانيه ما قاعد يكون التبني، ما قاعد يكون سريع. ممكن هاي ممكن بطبيعه الناس، طبعا المجتمع النيل الازرق مختلف عن المجتمعات الثانيه، لكن دي تجربه افتكر انها تجربه كانت ناس. التجربه الثانيه انه نحن نورنا الاطفال بحقوقهم، دي مهمة دي جدا. ايوه دي مهمة جدا. دي انا ما بقول لك مثلا هاي، لكن انا متاكد الاولاد الحرق ولا ساتك ديل فيهم ناس تطوروا نتيجة الوعي بحقوقهم، انه نحن من حقنا كده. فالاطفال اللي وقفوا في المتاريس، والاطفال انا بتكلم عن الطفل اللي هو الانسان اللي اقل من 18 سنة، ودي كانوا من الناس في الثورة، كانوا دور عندهم كان دور كبير جدا في الثورة. فديل الناس بدوا يفهموا انه حقوقنا هي شنو. والاطفال بالمناسبه بيحصل اندياح في 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 المعرفه، اذا انت جبت طفل اغرانه بيعرفوا منه التفاصيل، على الاقل من السؤال انت كنت قاعد تسوي شنو لما كنتوا قاعدين في القاعه تدربوا مع الناس. فهنا يعني انا افتكر انه برضه تطوير فهم الاطفال ووعيهم بحقوقهم كان عندي دور كبير جدا، او زاد فرص انه الاطفال يفهموا انه يا اخي والله نحن نحتاج الى انه، او نحن من حقنا نعيش حياه افضل من الحياه اللي كنا. طيب الكلام بتقول فيه ده عاطف البحر كلام مهم جدا وكلام مثمر جدا يا امين صديق. الكلام بيقول فيه عاطف البحر ده يبدو انه كان منسي لسنوات طويله، كلنا عمرنا ده كله دراساتنا بندرس الطلبه بالمسرح التقليدي اللي قلت لنا قبل ده، المسرح الرسمي الخشبه والستاره والتمويل والحياه الزي دي، وفي مسرح اخر قد ناس كثيرين جدا حاسس في ناس كثيرين جدا الحلقه بيقولوا مندهشين انه في مسرح ده المسرح ده ما المسرح اللي قاعدين يشوفوه. نعم. دارين اضاءات للجانب ده يا امين. المسرح ده انا احنا كنا أنا ما غلطانين قلنا شنو يعني؟ انا بتذكر كويس جدا يعني اكبر تجربتين مسرحيات في حياتي حضرتهم وانا صغير. تجربة مسرحية كانت في مدرسة، كان في اتحاد، في نادي الاتحاد عطبرة. قدام نادي الاتحاد عطبرة في واحدة من ايام الرمضانية نصبوا مسرح كبير جدا ودعونا لعرض مسرحي. العرض المسرحي انا ما نسيته نهائيا لغايه ما كبرت كبير، لغايه كنت مسرح الدراما واتعرفت على الاستاذ عبيد عبد النور، وعرفت سلام. انه عنده عرض مسرحي اسمه الابن العاق، وفي العرض المسرحي ده انت حاضر عبيد عبد النور يا امين؟ اكيد عرفت انه العرض ده في قصته كانوا حاولوا يكفروه وحكموا بالردة لانه في واحد من الممثلين سب الدين في العرض. تذكرت انه العرض اللي حضرته وانا طفل جنب المدرسه جنب نادي الاتحاد في الليل، كان في ولد بيدخل المسرح سكران وابوه بيصلي نفس المشهد. هل تصدق انه المسرحيه دي كانت ابن العاق بتاعت عبد النور؟ تم عرضها قدام دار نادي الاتحاد. يا الله شوف اتعرضت للناس في الشارع والحلال دي كلها تحضر فيها، كلنا قاعدين طلعوا لنا كنب صغير كده قعدنا فيه، والباقيين قاعدين في بروش وناس قاعدين واقفين ساي. انا طفل صغير حط العرض، وقدرت عرض ثاني في مدرسه العمال، في مسرح مدرسه العمال جوا اللي هو مسرح عادي بتاع مصطبه كده، وباقي الكنب مرصوص تحت، وناس الحل اللي بياكل واللي بناكل بياكل كلهم حضروا العرض المسرحي اللي هو العرض بتاع اكل عيش لفضل السعيد. شفت عشمانه وشفته وانا طفل. انا الكلام ده هو اللي اثر علي. جيت حضرت عروض في المسرح القومي، اي نعم ما بكت حضرتها كميه من عروض في المسرح القومي، لكن ساهمت فيها وساهمت فيها، لكن الاثر القوي العالي جدا للعروض المسرحيه اللي اثرت في راسي ده هي العروض اللي حضرتها في الحل ما في المسرح. نعم. حضرتها في جو شعبي. نعم. ناس حلتي ذاتهم فلان وفلان وناس فلان، ونحضر في العرض المسرحي كلنا مع بعض وضافرنا عليه حبه سوا. يا سلام. عباره امين الشاعر. انت فاهم لهم يا عمر، انا عروضي المسرحيه معظمها اللي اشتغلتها هي فيها كورس جماعي، بغض النظر عن قريت في الكليه عن الكورس وما قريت عنه، لكن دي حاجه محبوبه لدي من الزمن ذاك، ومن شغلي مع فرح حسن عدلان الله يرحمه. الله يرحمه. الله اللي هو ما قرا كل من الدراما. ايوه اشتغل عروضه دي من واقع العروض عرض الزمان في الدامر وفي عبر وفي كذا، والجماعيه بتاعت المسرح تجسد عندنا في الكورس. انا بفتكر انه المسرح الحقيقي هو المسرح بيطلع من وسط النازل، والتجارب بتاعت بيتر بروك
وبتاعت بريخت هي تجارب حقيقية، لأنها تجارب استلهمت الناس. في السودان نحن ما حصل تطور في المسرح لينا ليه؟ لأننا نحن تجربتنا المسرحية كانت أكاديمية، معظم منتجين المسرحيين أكاديميين، تعاملوا مع المسرح باعتباره مسرح العربة الإيطالية. زول في نشال ورق وناس وحام في الحلال ينتج في تجارب جديدة ما في. حتى الفاضل السعيد كان فرداني بيمشي يعرض عروض مسرحية لوحده في الأعراس، ما سعى لأنه ينتج بحث مسرحي، سعى لأنه ينتج نجومية مسرحية وأصبح نجم. الله يرحمه أصبح نجم، اجتهد وأصبح نجم. لكن ما عندنا تجربة مسرحية حاولت تنتج تجربة زي ما حاول الخواجات ينتجوا، وفي النهاية يبقوا قاعدين فوقنا. اتطور المسرح عند التوانسة وعند الجزائريين إنه المسرح ده حاول يتضافر مع عروض مسرحية شوارعية. والنوس تجربته قائمة على شنو؟ في سوريا سعد الله والنوس، سعد الله والنوس تجربته قائمة على شنو؟ قائمة على الجماعية والاحتفالية دي. زول ما طيب الصديقي في المغرب مثلا، زول ما نزل الشارع يا دكتور لسع ما بيصلينا فيها اكيد، ما طلع من اهله ولا صلينا، ما بيعرف اهله ما مسرحي. لا 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 ما يحل ما يحل. طيب ما بيعرف اهله ما مسرحي، والحياه الكثير العطبه الكثير اللي حصل لنا ده كدنا واصل فيه الحوار. بعد نستأذن المشاهد الكريم لنطلع فاصل ونرجع له ثاني. خليكم مع نفس امين ده مشاريته، وما ادري اقول الصلاه حقت عاطف البحر، لكن مع الحوار الجميل ده نواصل بعد الفاصل. نواصل المشاهد الكريم، المشاهد الكريم، نواصل دروب مغايرة مع صديقي الحميمين عاطف البحر، وقال لي انه هو مواكب الموضة في الصلاة دي، هي ما حقت كبر، هي مواكب الموضة. الشباب يمكن يعرف المسألة دي أكيد. دي ما مشكلتنا، ومع امين صديق الشاعر والمسرحي والناشط في دروب مغايرة. امين، قلت لي احنا لحد هسه ما وضعنا بصمة في مسرحنا السوداني، هي تجارب فردية متفرغة، ده غياب يبدو انه بغياب الاستراتيجية وبغياب تواصل الاجيال والتوثيق وصغارة الدولة شوية وصغارة الدولة في البناء المسألة دي. نحن نواصل حلقتنا في المسرح التنموي. هل هو عنده مقدرة انه يبني لنا هوية بعد الكمين سنة دي؟ في تجارب مضيئة صح، ما فيها كلام، تجارب سرة جدا، تجارب كبيرة، لكن للأسف ما في مدرسة تحققت. تجربة بتنتهي بعد صاحبه أو انعزاله أو إذا ظهروا للمسرح. كثير جدا من ناسنا رحلوا إلى ربهم وقاعدين الأحياء حسنا. هل في قدرة أنه نتعشم خير يا أمين؟ طبعا يا دكتور، المسألة دي ما عندها علاقة بالمسرحين لوحدهم، ما أقدر نحمل كل القصة، عندها علاقة بالمؤسسية عموما في الدولة عموما. يعني مثلا ما محتاجة عشان تصنع تجربة متكاملة وتخلق بصمة وكذا، تبادل خبرات بين أجيال تتوارث المسألة وتبني عليها. يعني إذا كان دكتور ريسح شغال في البرسلنان بيبني في تجربة، أنا لازم أكون على تواصل معه عشان أقدر أخذ منه وأديه. وإذا يعني جيت أنا كشاب جديد لازم أكون عارف تجاربه قبل وصلت وين. إحنا مشكلة من مؤسسية عامة، ما في توثيق للي إحنا بننتج شو ونقول فيه. دكتور ريسح كتب كتابات أنا ما عارف إيش، زي ما كتب الدكتور عثمان جمال الدين الله يرحمه وانا ما عارف ايش، زي ما اشتغلت في فاضل السعيد تجربته كلها وما تقرت ليزول، دونها هاشم صديق في مسجلاته في الشرايط. هسه الشرايط ما بتتقري لانها بقت ما في مسجلات، ما تحولت لسي ديز، ما توزعت في غرف الدراسه كلها، مسوى الدراما ما قريناها، سامعين بها سمع، ما حصل يوم قعدونا قالوا لنا يا اخي الحصه المحاضره الليله سمع لتجربه الاستاذ فاضل السعيد المسجله. التوثيق والمؤسسية بتاعت نتبادل من بعض في السودان ما فيش، على مستوى الدولة كلها، على مستوى الزراعة والصحة والصناعة، الوزراء بيجي بيهدم الفات ويبني فوقه
من جديد، يبني من الاول، والمسرحيين بيجوا يشتموا بعض، يشتموا القدام وياخذوا من الجديد يبني في الاول، ويزن محتاج تربته لوحده. احنا محتاجين ببساطه لاننا نقعد ناسس نفسنا من جديد ونبتدي التجارب نتاخمها مع بعض، والدوله السلطه دي من الراهن احنا ماشيين لقدام تفهم انه ما في صراع بينه وبين الفنون الشراكه، وانه يا اخي الاشاره للثقوب الصغيره الحاصله في توبك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي دي لاجل الاصلاح، ما لاجل الهدم والتغيير. لازم نكون قادرين ناخذ من بعض. المساله الدكتوريه محتاج فعلا نبني مؤسسيه، نبني تجارب تاخذ من بعض وتدي، حنصنع بصمه، لانه حكون عارف ناس بورسودان وصلوا هنا والناس دي بيعملوا في شنو. زمان الدوله المدرسيه كانت تعمل حياه قريبه من كده، الحياه دي بواقعنا ده ممكن يا اخي امين، ممكن الاحلام دي ممكن، ممكن والله يسلم، بس دايما نضغط عليها شديد، نمسك فيها قوي ونصير عليها. هي شوف يا يسع، هي انا ما بفتكر انها احلام بالمناسبه ولا حتى اماني، دي تطلعات وتطلعات مشروعه جدا وممكن تكون اهداف بالنسبه لنا، لكن خط ضربه البدايه فيها انه الدوله يكون عندها استراتيجيه. الاستراتيجيه دي قايمه على انه والله نحن هسه هنا ماشيين للوضع الفلاني، نحن كفنانين نساهم فيها. البغناء بالاستراتيجيه دي منو يا عاطف البحر؟ هو ده قاعد هسه برنامج ده، برنامج ده واحد يعني. بعدين نحن عندنا فرصة كبيرة جدا في انه يكون عندنا حركة مسرحية، وانا افتكر انها ممكن تكون حركة مسرحية عالمية يا امين. يا اخواننا نحن الاشكال الدرامية اللي عندنا اللي ممكن ندخل خشبة المسرح، لو كان الخشب المعلب في المسرح القومي ولا غط الصداقة او اي خشبة بتاعت مسرح ثاني، اشكال كثيرة جدا جدا. يعني احنا عندنا تراث شعبي 80% منه عبارة عن دراما. يعني اذا مشيت شفت الرقصات حقت غرب السودان عبارة عن دراما. كويس، البيت بتجي توصل رساله، الرجل بيستجيب للرساله، الاول يحصل العكس، الرجل يقدم رساله، البيت تستجيب للرساله، بيجي ثاني طرف داخل في صراع بيحصل. كويس، كله في شكل جميل جدا جدا. عندنا فرصه كبيره جدا، عندنا تراث سر غني جدا جدا، نستطيع انه مش نضع به بصمه، نحن نستطيع انه نكون يعني مش مدرسه فنيه لكن نقول طابع فني جميل وجديد على العالم ينطلق الى العالميه. عندنا فرصه زي دي، وبالمناسبه حتى الناس وصايه السهوله انه كنت تنشر حاجاتك، هسه الليله الناس بيكون واحد قاعد في جروبات فيها ناس سعوديين وفيها ناس اجانب من غير من دول ثانيه كثيره جدا ممكن يكونوا، فانت ممكن تشيل حاجتك وتدخلها في الوسائط دي وتوصل رساله انه والله السودان فيه نفس جديد الناس ما شموه قبل كده. لكن برضو محتاجه من المجهود. نحن ما في مؤسسيه، بمعنى انه الشغل قائم، عدم المؤسسيه جاي من وين؟ كل زول شايف في اتجاه برا. نحن كمسرحيين قاعدين نخط حاجاتنا برانا، الدوله خدت حاجاتها برا هناك، القطاع الخاص اللي هو برضو قاعد ياثر معنا في المسرح هو اللي بيمول مرات الانشطه المسرحيه، القطاع الخاص برضو هو شايف في اتجاه برا. ما عنده المؤسسيه تبدا بانه يكون كلنا عندنا رؤيه واحده قايدانه قايدة الدولة. في حاجة ثانية دكتور ليس، أنا كنت داير أقول رحب عليك، أنت عارف الشعب السوداني ده نحن لغاية هسه ما عندنا خريطة مسرحية، بمعنى وين الممثلين قاعدين يجوا حتى في السودان؟ يا تو نوع من الأشكال الدرامية قاعد ينفع. يعني أنا حضرت التجربة لمنظمة اسمها بلان سودان، الشباب جابوا فرقة بتاعة عرايس، لاحظ عرايس، العرايس يعني في الخرطوم حقت منه؟ حقت الاطفال، جمهور هو الاطفال. قعدوا المزارعين والرعاه وصلوا لهم الرسائل. وين في منطقه؟ مناطق الشقيقات، منطقه الشقيق ومناطق الحلبه هنا في غرب الدويم، غرب الدويم في ولايه النيل الابيض، شمال غربي ولايه النيل الابيض. والله اليسع يعني يعني شاهد على الكلام ده اخونا عثمان شيبه، هسه هو الامين العام لمجلس رعايه الطفوله، هو افتكر كان منسق، هو افتكر اسمه حيدر محمد الله. الناس دين كان بيجوا من العصر عشان يحضروا العرض، بيجوا الناس الكبار الشياب الرعاه والمزارعين مستمتعين بالدراما، وجو قعدوا ينتظروها وقت طويل جدا لغايه ما تبدا العروض المسرحيه. طيب طالما انه نحن عندنا قطاع من شعب السودان بيحب الدراما بتاع مسرح العرايس، ليه نحن مسرح العرايس ما يمشي ويقدم لهم مسرحيات يعني بعد ذاك بتدعو للقيم الثانيه المختلفه، غير انه نحن مثلا دارين نتكلم عن الانتاج الحيواني والانتاج الزراعي، لا ما يمشي يتكلم عن القيم الاجتماعيه الثانيه دي، عن زواج الاطفال، يتكلم عن العلاقات الاجتماعيه، يتكلم عن المال الاجتماعي، يتكلم عن قضايا سياسيه من خلال الدراما. ما انا عندي فرصه هنا، عندي ارض خصبه،
كويس. فنحن ما قاعدين نعمل خريطه منو في السودان، في مناطق في السودان تمشي دايرين مسرح فيه رقص، في مناطق دايره مسرح فيه غنى. نحن لو ما بقى عندنا رؤيه لانه كويس ياتوا نوع من الدراما بينفع فيها نوع من الـ من من فيها تغلي من اغاني السودان، برضه بيكون ماشيين من غير منهجيه ومن غير مؤسسه. طيب عاطف اشار يا امين لمساله بالغه الاهميه، انه احنا محتاجين اكثر من اي وقت مضى ان نقدم تجربتنا للعالم. ان نقول نحن منو دارين نعمل شنو، نحن للاسف لما دارين نقدم تجربتنا للعالم بقمنا حاكيو، هو قطع اشواط طويله في المجال يعني حاكيو حتى في بيوتنا، بدل ما بقوم اعمل ستاير اعمل سيراميك عشان احاكي العالم الافتراضي ده. كويس في الدراما بقوم والله الصوره تطلع لي كيف، جيب لي ممثل لي كويس، جيب لي الكادر شكله كيف، بيشاكلوك الكادر ده غلط يمسحوا الشريط لانك ده مفترض انت اعمل لي دراما تشبه دراما هوليود وما حتقدر. حتى في الغنى حتى هنا بقوم احاكي الخوايات، حتى في تحولات كبيره جدا قاعده تحصل في المجتمع السوداني ما قاعدين نقراها. حسي كلام عاطف البحر ده كلام جميل، فتح خطوط عريضه جدا، في تحولات عظيمه قاعده تحصل. انا قبل فتره في العده مشيت ولايه نهر النيل باعتبار الولايات المستقره، فيها تحولات خطيره جدا في زواج القصر. نعم يا امين، العرس بيكون فيه واعظ قبل العقد بيتكلم عن الموت والحياه والنار والعذاب والحياه زي دي، وبعد شويه الطنبور بيدور والجلد بيدور كانه ما سمعوا كلام قبل بيحضروا ذاك، وبعد العقد بيدور تحولات غريبه جلد تحولات غريبه جدا. شفت شنو قاعد نحصل يا امين؟ احنا محتاجين ليه شنو عشان نقدم اسهامنا للعالم ده؟ والله محتاجين نقرا. عاطف كان يتكلم عن القرايه، احنا ما نقرا مجتمعنا ده نعرفه، نفسنا احنا ما عارفين نقرا نفسنا، دي مهمه جدا والله. انت لو ما قريت نفسك تقدم شنو؟ انت حاجة تقدم نسخه مشوهه زي ما مفهومه تلتك. احنا حصل لنا تخريب لفتره طويله من الزمن ومنهج مظبط يعني على كل المستويات. الحاصل قدام عينك بيشوفه من لخبطه ده ما هو نتيجه انه زول حصل له تغريب جوا نفسه. ما يا اخي انا اقول لك مثال غريب، قول يا اخي. هل تصدق يا دكتور ياسر انه في عندنا مسؤولين بيقولوا احنا ايوه مسؤولين؟ الى قاري لو قارين نفسهم بيقولوا، لو قارين نفسهم ما بيقولوا، لكن لانهم ذاتهم عايشين في الهوجه وصلوا وبقوا مسؤولين لانهم بس معروفين مشهورين عندهم كانات معينه، لكن هم ما قارين نفسهم. لو قارين نفسهم بيتكوا مع نفسهم في الكلمه احنا ما بتقولها، ما لانك بتكره اللي بيقول احنا، لانك انت هسه بقيت في الموقع الفوق بتعبر لشعب كامل عن هويتك منه. نعم بيقول الشعب لما تقول احنا بتطشش كل الناس اللي تحديك. فتصدق انه احنا ما عارفين روحنا، لان احنا بنقدم زول ما عارف روحه هم. فنحن لو ما قرينا نفسنا ما بنصل لنتيجه. استراتيجيات ما فيها دكتور لسع. انا اقول لك على بلاطه واقول البرنامج ده بتاع سياسه. احنا من بدنا الفتره الانتقاليه دي انا ما سمعت لي بالاستراتيجيه بتاعت وزاره خالص. لم تنشر علينا ولا استراتيجيه واحده، لا هسه ولا زمان ولا اظن لقدام. من 56 ليوم الليله ما حصل نشرت على الوسائط اذا كانت جرايد ولا كده استراتيجيه لوزاره الزراعه، استراتيجيه وزاره الثقافه. يا اخي استراتيجيه مجلس الوزراء شنو؟ نحن كشعب ماشيين وراكم على اساس شنو؟ رؤيتكم شنو؟ برامج انتخابي، برنامج نزل قبل كده، ده برنامج، دي خطه يسموها اكشن بلان. دورنا كفنانين يا امين، نحن كفنانين محتاجين اول حاجه يا يزع نوحد رؤيتنا لنفسنا. نحن شنو؟ نحن هسه مقسمين لواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه فرق بتتنافس على حاجه اسمها نقابه الدراميه. اي واحد فيهم دار يكون هو النقابه، ده حنعمل له حلقه بالمناسبه عشان يعبر عن نفسه. طيب انت دار تبقى نقابه لشو؟ هل انت في المرحله اللي فيها جاهز لنقابه اصلا؟ انت لو قريت نفسك هتقول نفسك لسه ما جاهز لنقابه اصلا. هي النقابه شو؟ النقابه بتعبر عن فئه معينه موحده عندها مخدم. طابع موحد وعندها شغله موحده واحده وعندها يعني زي ما بيقولوا مصلحه واحده. هل انتوا وصفكم هسه منطبق؟ انتوا هسه ما منطبقين على الوصف ده. دار تبقوا نقابه على اساس شو؟ هتبقوا نقابه مختلفه داخله متشققه متشظيه هي ذاتها شغاله جوا من مراكز قوه.
طيب ده الدرامين زي انت هسه قاعد في محل فيه كميه درامين ما قاعدين نفسهم هم. انتوا حصل لكم تخريب، نحن حصل لنا تخريب يا ليس عم منهج من قبل جهات كثيره جدا. وسط درامي يعيج بين الناس ما درامين. يعيج بالقدرات الما ضعيفه ما عندها حاجه، يعيج بين الناس تدخل وسط درامي عشان يتكسبوا من حياه معينه. عندنا قاده وسط درامي ليسوا قاده، تم تمكينهم ليكونوا قاده، فتحت امامهم فرص مشرقه قدام. وعندنا ناس تم تزويرهم. انا يعني ما بتكلم من فراغ، البرنامج ما بيتحمل، لكن نستطيع ان نكتب لسته من الاسماء ولا خايف منها. حصل طيب انت من الباب اولى من البدايه، اذا انت درامي حقيقي وقاري نفسك من اول، اول حاجه تعدل الحايص، يعني تغير شروط الحصل، تنظف مكانك، تعمل توحيد للناس على رؤيه وهدف عشان تمشي لقدام. القرايه ليس بيتكلم عنها اخونا عاطف، اللي هي عندنا احنا نسموها تحليل الوضع. حلل الوضع الراهن، اقراه كويس. السودان فيها مرحله، احنا وين؟ احنا فيها حته. أيوة. وصلنا وين؟ وصلنا كيف؟ المشكله حصلت بها شروط، عاوزين نمشي وين؟ هدف، هدفنا امكانيات نمشي. الوضع معقد جدا، بيتقري التخريب بيتقري والتخريب ممنهج كبير جدا. ما قدرنا نقراه، احنا نمشي ساي، ما قدرنا نقراه، لان نخطط ونمشي. والجرح لو ما تنظف ما بيكون صديق. انا بقترح اقتراح بسيط للناس دائما، اخواننا اي ناس يبدو من البدايه لازم يعمل مؤتمر. مؤتمر التافه ده اللي بيعملوا الناس كده، عملوه اول حياتها. ما عملتوا مؤتمر القضابين زي مؤتمر لما الناس كلها، خلوهم يقولوا مع بعض الحاصل شو، اي زول يقول رايه في الحاصل شو، واجمع كل الاراء دي وصل لخلاصه منها. تعال على الناس ثاني من جديد، انت وحدت الناس، وحدت رؤيتهم، وحدت نظرتهم للحياه، وحدت فكرتهم، واحد اهدافهم بعد ذاك. ما عملت مؤتمر كذاب يا عاطف. البحر الكلام حق امين ده يبدو انه بيصير مواجع كبيره جدا. وانت واحد من الناس المنتظرتها. يعني عملت لك ركابه كده الحمد لله، بتحركك ومشيت للناس عند هلل. يعني ما انتظرتهم يجوك في المسرح القومي ولا في الفنون الشعبيه ولا في يعني ما يجوك في الحتات المركزيه القابضه دي. روتك شنو انه نقدر نمشي ليه قدام كويس؟ يعني قرايتك للمستقبل، القرايه اللي قالها انت قرايتك لشنو؟ انت عارف يا ديسا، انا هل الانسان ده قادر انه لا اكيد قادر، في مفاتيح، في حروب يا في دم قاعد يسيل، في حروب، في احباط، في مشاكل معقده جدا. اديك انت كدراميين كفنانين كويس، في حاجتين المفروض ننتبه لهم. الحاجه الاولى، نحن بننافس منه؟ زمان كنا بننافس المسلسل المصري، الدراما السودانيه. ايوه، كنا بننافس المسلسل المصري وبالكثير مره مسلسل سوري. هسه الفضاء اتفتح، نحن بقينا بننافس في اتراك، بننافس في هنود. كويس، ومكسيكيين وايطاليين دراما كل الناس بتنتج كويس، وبتدي لنا في القنوات الفضائيه وناسنا بشوفه. ونحن هنا واقفين نعاين، قدرنا نشتغل من رمضان لرمضان، نشتغل لنا مسلسل من غير ما نقرا. ناسنا بيحضروا ليه وما بيحضروا حاجاتنا نحن؟ لو ما قرينا القرايه نحن وبيبكوا في برشلونه الضربه الثمانيه ليه قاعد يبكوا يا زول؟ بكى ساكت، انتحروا كانوا انتحروا في داس دانا تنفيس. يعني انا الحمد لله، انا حمدت الله اولادي في كسله وانا في خرطوم، لكن كان قاعد هنا كان خليت البيت. ليه؟ لانه نحن يعني ما الدرامين ما قدرنا نقرا منافسنا منه، ما نحن عندنا جمهور قادرين نوصله، في زول ثاني قاعد يصل قدامنا، نحن المفروض نقرا الزول ده اسرع مننا ليه؟ كويس. اديك حاجه ثانيه مهمه، الدراما في عامل غايب في فهم حتى السياسيين بالمناسبه يا امين، انه الدراما دي تستطيع انها تحرك الاقتصاد. بالضبط. اديك مثلا، اديك مثالين، مثال من السودان. عملنا مره الشغل بتاع مسرح تلموي كان احتفالا بيوم الطفل الافريقي. امين انت كنت معانا في لحظه كده، انا كنت ممثل في مع الشباب، كنت مع الاطفال بمثل في مسرحيه، ففي لحظه من اللحظات واقف وبعاين عاينت، لقيت انه المسرح ده فيه ما لا يقل عن 2500 شخص في كوستي. الكلام ده كان في نادي خريجي، في نادي الضباط، نادي الضباط في كوستي. بالليل قعدت قلت الناس ده ركبوا كم وسيله مواصلات عشان يجوا هنا؟ في كم واحد غسل ملابسه؟ في كم زول استخدم فتيل بتاع ريحه؟
ما ديل دي قروش صرفت مش كده؟ انا ركبت مواصلات واشتريت صابون واشتريت الريحه كويس، وعزمت زول ثاني وضربت لزول تليفون عشان يجي يمشي، ما دي كلها ما دي حركه صرف. دي حركه على القروش مش كده؟ المسرح والدراما ممكن تحقق كده. يعني الليله الناس ما بيفهموا انه والله لما تكون في مسرحيه شيلوا البيجي للبلد، ما يتخيل انه والله الناس بيجي بيضحكوا، لا في حركة اقتصادية. مهرجان الأردن يعاطي مهرجان قرطاج بيعملوا شنو للأردن حركة اقتصادية، بيحركوا الفنادق وبيحركوا القنوات الفضائية. والمهم بناء الإنسان نفسه يكون فاعل. ده المهم، أنت بتعمل حاجتين. يعني الدولة أنا الليلة الدولة لو أتاحت لي ساعدتني في إنه نحن نقدر نجيب نمشي في خشبة المسرح بصورة محترمة بصورة مؤسسة كويس، أنا بحرك الاقتصاد في المدينة. شفتها؟ يعني انا الليله مثلا كان مره هنا يوم موضوع الطفل الافريقي ده بتاع الدكان جنب المسرح اشتغل شغل جدا جدا، في ناس باعوا تسالي وفي ناس، ما دي فرص عمل اتخلقت. الخلقه شنو؟ الناس ما جت. نفس الكلام ده قال لي اضيفنا واحد من السينمائيين دير في برنامج دروب مغير، اظن الحلقه الثانيه قال حركوا السينما في بحري. قال الجمهور براه رش الحته والتسالي رصوا سباتته ومسكت الشاي قعدوا وتفاصيل كثيره زي دي. يعني بديت المجتمع بدا يتنفس. شوف هسه ما الاقتصاد بقى محرك حاجات كثيره. اديك جانب اقتصادي، هسه الليله لو لاحظت المسلسلات بتاع زي الوان لو جيت عاينت لاي مشهد فيه ثلاثه بنات بتلقى كل واحده لابسه فوق لابسه ساري لون برا. تلوين واحد عملوا شنو؟ عملوا دعايه للتسويق للزي حقهم. الحاجه الثانيه الزي بتاع الازواج في لحظه الزواج، مش لحظه عندهم العلم العجيبه اللي بيلفوها النادي كده كويس؟ طالعه موضه عندنا ولا ما طالعه موضه؟ كويس؟ طيب البتاعه دي جات هنا، مش استفاد منها الاقتصاد الهندي؟ استفاد من انه عن طريق الدراما وصل سوق زي. نعم. الزي ده في النهايه يصدر خارج الهند. ايوه السياحة. غير السياحة. فنحن في السودان تقول قلت الستائر، انا اجيب لي ستائر هسه الاتراك بيستفيدوا مننا بيجيبوا ستائر هنا لانه اثر علينا بدراما. احنا نشوف الستائر في الدراما التركيه. طيب لو انا قمت عملت دراما سودانيه وعملت ستاره بورا بالوان حقت الجرتك مثلا، اول برش العروس مثلا بتاعت العروس بتاعت السباتات وكده كويس، في ناس قالوا يا اخواننا دي حاجه مختلفه دي حاجه جميله يا اخي دايرين زيها في المحله الفلانيه. لكن طبعا شغل مؤسس، يعني ما مسلسل واحد تخطيط. ما مسلسل واحد تخطيط، ايوه مخطط. شغل تخطيط، ايوه شغل تخطيط، شغل مخطط دار يصل نتيجه على الدراما السودانيه. لكن انت عايل هسه عايل المنتج بتاعنا في خلي الدراما عايل المنتج بتاعنا كليب بتاع اي حاجه، حتى الاعلانات بتاعت الدوله بتعملها لو لاحظتها كلها ملتزمه بالنمط الاوروبي والعام والنمط الحديث بتاع الناس الثانيين. يعني انت حتى لما تقدم انت شغلك لناسك لجمهورك ذات السوداني ما قاعد تستفيد من بيئتك، بتجيب لي نفس البيوت اللي بشوفها مسافه المصريه. نعم. وبتجيب نفس اللبس ونفس الاشكال ونفس الناس. حتى بتغفل عن ناسك سحنك المختلفه الموجوده في الشرق وفي الغرب وفي في دارفور وفي كردفان، بتغفل عنها، بتقدم لنا السحنه العاديه اللي بتشاف في كل القنوات الفضائيه. يا امين، في واحد من حلقات دروب مغايره ناقشنا اعلان عن جائحه الكورونا، ربنا ان شاء الله يزيحها من الناس. مرطب. لا دقيقه، يعني الصابون اللي بيغسل بها الولد صابوني غاليه جدا. طيب طبعاً في سوق يعني الحنفيه نيكل تشوفوا شيك فيها. ده عدم التخطيط، ما قريت واقعك يا اخي. يعني أيوة. يعني انا البرنامج ده مقدمه لمن؟ وانا المستهدف منك. ده ما بتجيو كورونا نوعا ما، مستهدفين الناس زي هم ذاته. ما بتجيو كورونا نوعا ما، هذول عنده حنفيه زي ده. هي بتجيو كورونا ما في مشكله بتجيب، لكن هو استهدفت ديل انت. اول حاجه نسيت ناس، نسيت انك انت مستهدف ناس ثانيين. أيوة. حاجه ثانيه نسيت انك انت بتقدم في بلدك للعالم. نسيت العالم. العالم ما عنده حنفيه دي عنده والصابون دي عنده، لكن نيرتي ما عنده. طيب ما عنده الكلام ده، البرك الولاء قدمت نفسه ما عنده. دي مشكلته هنا، دي مشكله نتكلم عنه احنا. ما في تخطيط، ما في هدف، ما في قرايه للواقع، ما في مؤتمر عام قعدنا فيه. ما قلنا يا اخواننا دايرين تلفزيون يكون شكله كده، دايرين ثقافة تمشي كده. عمي مشكله التخطيط، الحلقه ماشيه على خواتيم، لكن مشكله تخطيط كبيره جدا. اتذكر كم سنه من السنوات الدوره المدرسيه اتعملت في الفاشل وابتعثوا موفد التلفزيون من هنا تلفزيون السودان. الفاشر كل نساء الفاشر يعتبر ضل ضيوفهم. العصيده حقتهم الماخمه ولا حنا السمح ذاك الاولاد بكل الحكومه.
أيوة. بقوا ياكلوا في البيوت، التلفزيون ولا لخطه من دي ما جابه، بجيب انه في الحقيقه المسؤولين بيربطوا الكرافتة في الحقيقه انه دي الدراما نحن العاملين المشكله، ودي الفكره حقت المسرح التنموي بس ما ادري نقول كان ممكن ينبغي، لكن احنا مختصرة قدام. ايوه اعلامنا خبري ما مثقف. يس ده الفرق بين اعلام الاعلام الدنيا كلها اعلام مثقف، اعلامنا خبري صحافه ساي، والفرق كبير. انا خبري انا ما بصنع الفعل، انا بنقول في افعال الناس الثانيين، لكن الاعلام المثقف هو يصنع الحدث. تكلم عن الثقافه، انت مطالب عن الخبر، انت المثقف، انت الفنان، لا انت بتصنع الحدث. تجربتك متفائل بها لا تحدي عاطف البحر اللي قدام تجاربك الماشي ليها وناسك المتفاعل معاه وانت تمشي ليه، والناس المساكين البسطة اللي تحت الشجره اللي تحت في الدونكي في الحصيره في والله انا متفائل بحاجتين. الحاجه الاولى يعني انه قدر على قدر الناس اللي قاعدين نتواصل معاهم، ولغايه هسه في ناس اشتغلنا معاهم كم 2008 و2000 لغايه هسه متواصلين معانا وكده، حاسي انه الساعات والايام اللي قضيناها معاهم هم اثرت فيهم، غيرت فيهم حاجات، وانتم اثرت فيكم ونحن شوف علمتوا كثير. شوف اي ساعه بتقضيها خارج الخرطوم دي بتعلمك شيء ايجابي، اي ساعه مع اي انسان في الريف السوداني ده في اي منطقه من مناطق السودان تقضي هناك انت في فعل سر، فعل غني، انت بتتعلم وتتعلم كثير جدا جدا. وبعدين شوف رهان السودان ده على الاستثمار في التنوع، دي النتيجه. كويس نحن شفنا دارفور، شفنا كسلة، انا بموالي كسلة وتربيت في الدامر واشتغلت في المدني واشتغلت في القضارب وفي الدويم وفي كادوغ، شفت البلد دي قوتها في انه التنوع الشديد ده لو نحن استثمرناه بعد ذاك لو خدتنا في اي مجال، خدتيته في دراما، خدتيته في اعلام، خدتيته في كده، حيخلي عندك بصمه، حيخلي عندك نفس جديد مفقود. العالم خلاص الحاجات اللي احنا فيها استغرقوا شافوا كلها وكرهها فنحن محتاجين كده، محتاجين نعاين نستثمر في وحدتنا، نستثمر في نفسنا، في تنوعنا، نتعامل معه ك ك كمصدر بتاع قوه مش كمصدر ما حاجه تفرقنا. اخر حاجه داري اقولها يا لسع، نحن ما قاعدين نستثمر في الحاجات اللي بتجمعنا. بمعنى يا الله، هل ما في زوج قبل كده عمل مهرجان للجلابيه السودانيه؟ الجلابيه دي قاعده في كل الولايات. كويس، هل في زول قبل كده فكر في انه يعمل مهرجان للربابه؟ الربابه دي في السودان ما في. كويس، هل في زول قبل كده فكر يعمل مهرجان للكسره؟ الكسره دي ما دي الغذاء ما ثقافه مش كده؟ دي حاجات بتجمعنا، نحن بدل ما نستثمر في الاشياء اللي بتجمعنا قاعدين نستثمر في القبيله الفلانيه، بنمشي الحاجات اللي بتفرقنا من بعض. كويس، فده الفرق. يعني الفنان يستطيع انه يعيد ترتيب ما افسدته السنوات الطويله من التفرقه ما بين السودانيين في ان نحن نجمعكم. الليله يا ليسع لو جينا شفنا مسرحيه فيها حاجات من كردفان ومتعتنا، نحن ناس نهر النيل بالتاكيد قلبنا حيتعلق بكردفان، بانسان كردفان، ساهمنا في الوحده بعمل درامي. متفائل حد كبير طبعا، لكن ايوه لا لا لا، انا شخصيا طبعا متفائل جدا. الحاجه الثانيه انه بس بقول الخطوات سهله ومعروفه كويس، بس ندركها نحن عارفينها، لكن ما مدركين اهميتها وما مدركين نعملها كيف. الاصل في الاشياء العمود الفقري للكلام ده الاستراتيجيه، اذا الناس بقى عندها استراتيجيه بعد اي زول ممكن يساهم فيها بحاجة. وانا متاكد انه في النهايه ما بيصح الا الصحيح، حتى مش الحاجات ممكن يكون بعد 5 سنة، ممكن يكون بعد 30 سنة، لكن السودان ده يوم ليخش في الاطار الصحيح او في المسار الصحيح. ثاني تاكد ما فيش الحاجة يقدر علينا. امين قرايه معاه زعلك الشديد للوضع؟ انت عارف زعلي طبعا طبيعته عامله كيف، ما زعلت احباط. ايوه لو كنت محبط كان الزمن الفاتك برضه ما اشتغلته صحيح، لكن تشهد ان احنا حتى في زمن الانغاز كنا بنكاتل وبنحاول وبنحاور وبنجرب وبنصر، ومتكر انه هسه انا الاوان كمان ان نصير اكثر، لانه ده زمن الثوره يعني. بفتكر زمن الثوره وحق الناس كلهم، حق الناس، وبعدين احنا ما الناس الرجعين. مفتكر انه الاحباط معناه انت جنحته، لكن احنا ما بنقنع ثورتنا حنحرسها اكيد، وما بنتكلم عن تغيير نظام، نتكلم عن حراسة حقوق، لأنه تاني ما في تغيير نظام، ده النظام الدايرين نحن هنغير ونعدل فيه، وهو يمشي في سكة المفروض يمشي فيها، لا يسقط
ولا يتغير بالقوة، لكن يعالج شيء. إحنا نتكلم عن إنه لا حيحصل لها. أنا شخصيا متفائل جدا، وأفتكر إنه يعني مهما الناس شافوا مؤشرات بتقول إنه والله دي سكة غلط، دمها السكة الغلط الناس بيمشوها، العالم كله مش سكة غلط ورجع منها وعدل في مجال الدراما. أنا أفتكر إنه إحنا حنوصل رغم عن الشقاق اللي بيناتنا هسه ولسه الرؤية ما متضحة، لكن بفتكر إنه نستطيع إننا نقنع بعضنا ونقنع سلطاتنا الثقافية وسلطاتنا الاقتصادية القاعدة الموجودة بجدوى الاستثمار في العمل الدرامي. ليه؟ لأنه هم في النهاية هيحتاجوا لأنهم يعملوا دفاعاتهم الثقافية جوا البلد دي عشان يقدروا يخدموا نفسهم. الدولة بتفتكر أنها محتاجة لدفاع ثقافي عن معتقداتها، بتفتكر أنه ممكن تدافع بالإعلام. هي هتكتشف فين من الأيام أنه حتى وزير ثقافته نفسه ما قادر يعبر عن نفسه قدام جهات تانية لأنه ما عنده سند ثقافي، ويرجع للموروث الثقافي بتاعه ويسأل عن الدراميين والمسرح. لأنه المسرح يا دكتور لسع بالنسبة لي أنا المسرح هو الأكثر فائدة في التعبير عن الهوية والثقافة، توحيد الناس أكثر من الكلام بتاع الفضائيات. المسرح الدرامية أكثر فائدة، ودي الرسالة حق دروب مغايرة. الحلقة دي على مستوى الشخصي حقنا ولدت لي مجموعة من الحلقات القادمة، ونظل نتفائل وقول للمشاهد الكريم والمشاهد الكريم أحرص ونحرص كلنا إنك تخلق لك صورة مشاهدة. على أن نلتقي لكم التحية والود، شكرا جزيلا، أكرر ترحيبي وشكري وامتاني بضيفي الكريمين الصديقين اللدودين الحميمين عاطف البحر وأمين صديق. شكرا جزيلا يا شباب. شكرا دكتور، ربنا يديكم الصحة والعافية وبلادنا بإذن الله بألف خير. شكرا جزيلا، شكرا لك المشاهد الكريم.